جاوبيني دابا وتزيدي تحكي عليا قسما بالله. وما حطيت لك تصويرتك وعقصت في يدك. قلت لها حطي الا عندك شي تصويره، وقلت لكم الا كانت عندها شي تصويره وكاينه هي حريزيه حتى قلت لكم ما يمكنش تحط شي تصويره اللي هي ما واتي سيري بقاي تابعاني انا راه نخرج عليك. شحال غادي نموت بالضحك. تفرجت في الحلقه الاخيره ديال لكم حريزيه. اش قلت لكم البارح سطوري راه باقا وهزوها لي ريزو سوسيو كاينه في يوتيوب بالنسبه للناس اللي ما حضروش الحلقه ديال البارح. اش قلت لكم البارح؟ تحط الفيديو الاول عليا غتجاوبيني غتحكي عليا نحط لك الدوسي ديالك وتصويرتك الا جاوبتيني. جاوبتها ها تحط الفيديو الاول جاوبتها خاصها تحط تصويره ما حطتش وجاوبتها قلت لكم ما يمكنش تحط شي تصويره اللي هي ما عندهاش ما حطتش. حطت الفيديو الثاني قالت لك جاوبيني مره اخرى تحكي عليا نحط لك التصويره. جاوبتها المره الثانيه ما حطتش. البارح جاوبتها المره الاخرى قلت لها حطي الا عندك شي تصويره، وقلت لكم الا كانت عندها شي تصويره وكاينه هي حريزيه الا كانت عندها شي تصويره وكت انا راني ماشي نصيريه حره. جاوبتها المره الثالثه اللي هي قالت لك شوفي جاوبيني جاوبيني دابا وتزيدي تحكي عليا قسما بالله. وما حطيت لك تصويرتك وعقصت في يدك والكاس قدامك انا كنت طرقت راني ماشي حريزيه حره. جاوبتك المره الثالثه البارح وجاوبتك وقلت لك حطي لها عندك، والا كانت عندك شي تصويره كنت انا راني ماشي ناصريه حره ماشي ناصريه شريفه، حيت ما يمكنش تكون عندك تصويره اللي انا ما كنت واجدش تما. راه هادشي كيخرج العقل. والتصويره هي ما كايناش في الوجود كتقول لك غنحطها حيت عارفاها ما عندهاش حتى ثقه في راسي. واش قلت لكم البارح؟ قلت لكم بنات انا جاوبتها وحطي واكدت عليها راه لي ستوري باقين. قلت لها حطي ناضت بفيديو كنعتذر من المتابعين ديالي حيت طاحت النيفو ديالها انا هذا ماشي هو النيفو ديالي وانا غير كنت معصبه وخرجت في ساعه غضب. تي شكون طاح النيفو ديال شكون؟ ياك انت هضرتي على راسك حتى حد ما ذكرك حتى حد ما تفكرك حتى حد ما شافلك في كمارتك حتى حد ما كيعرف واش انت موجوده على هذه الكره الارضيه ولا ما وجوداش. نطي راسك نطي راسك طيحتي النيفو طحت انا لعندك باش نجاوبك تذكير. انت طحتي نط انا كنجوستيفي قريت نطيح النيفو ديالك باش نجاوبك ماشي انا اللي نط كنهضر عليك وانتي انت جاوبتيني هذه غنفكرك في هذه النقطه قصدي. ثانيا قلت لكم البنات البارح قلت لها حطي قلت لكم كنواعدكم البنات الحلقه الجايه الثالثه ثاني ما غاديش تحط حيت ما عندهاش ما تحط لا حقه الا حطيت غادي نضر ناس اخرين من غيرها هي. واتي خلاو اطيش وصان جمرك كدار يا رياكاس بالدارجه كون كنتي عافيه كاع تحرقي على بلاصتك راه كاع ما توصلين حيت لي متاكد من راسو وعارفه ما عندي حتى شي تصويره بحال هكاك وما يمكنش توصلك لايدك شي تصويره بحال هكاك حيت هي ما كايناش اصلا. ممكن ديري فوتوشوب حتى هو تثبت عند البوليس بانه سميتو ما دايراش العنوان ديالي ما دايراش سميتي عاوتاني. زادت ردت البال في هذا الفيديو الزيف شي ديال طفلتي كدير ليه زادت ستر طراسه زعما واتي سير بقاي تابعاني انا راه نخرج عليك بقاي تابعاني انا راه طرونكيل مقابله روتيناتي وجفافي وكراتي وكوزينتي هاد الزليج ما عجبنيش هاد البارك يعجبني هاد الفوطوي ما عجبنيش هاد الفوطوي غنشريه هاد الناموسيه غنبدلو هاد الكوفر اللي غنبدلو. صباحكم مبروك وغزال بحالكم ان شاء الله يومكم يتوز سعيد وفريد من نوعه وغزال كنحبكم كاملين ونهاركم مبروك وصباحكم مبروك. باي يلا حتى تزوزو في المدرسه فيها النعاس ما شاء الله عليها كتنعس ولكن الصباح عاد كيبقى فيها النعاس يمكن من الايام اي فوالا و فريمون من شحال هذا ما يعني غزال عطاتني واحد الطاقه انه نفيق مع الصباح نبدل ندير المشاوير ديالي نبدل الجو وخرجت شفت الاجواء الصباحيه اللي ما
كنتش كنشوفها لانه كنت كنبقى يعني الا عندي خدمه كنديرها، واغلب حنا فنانين اغلبيه الخدمه ديالنا بالليل، دونك اعراس اي حفله كتكون بالليل، دونك الاجواء ديالنا مقلوبه اصلا، يعني كتنعس بالليل كتنعس بالنهار، كتفيق حتى لديك الربعة ولا الثلاثة، دونك كيمشي لك النهار. فدرت فيها خير زوجت كنفيق في الصباح. شفت ما شاء الله نشاطات الناس مع الصباح، شفت الحياة الصباحية وعجباتني. فوليت كنخرج في الصباح، وليت يعني كل نهار سبور. يعني الحياة تبدلات، النفسية تبدلات، بزاف ديال الحوايج تبدلوا. دونك غاز الله يعطيك شي خير. او فريمون حتى البنات اللي يعني العيالات اللي بحالي هكا كان في واحد الكسل عجيب. فيقوا في الصباح، ديروا لي زكتيفيتي، بدلوا النهار ديالكم، كديروا المشاور ديالكم. يعني المشاور كلها انا مع 11 الصباح 12 صافي كتلقاوني مسالياهم مكمله، بينما كنت كناجلهم حتى العشيه بقى بشويه عليا. مي بون الدراري الصغار ملي كيدخلوا المدرسه كيبدلوا بزاف ديال الحوايج في والديهم، سورتو ملي كيدخلوا المدرسه. فوالا هذا ما كان. و حتى المختي تنقى والله العظيم، كتولي تفيق في الصباح دي وليداتك حداهم، كتولي مشغول ما مسالي حتى شي حاجه، كتولي الحياه زوينه، النهار زوين، كلشي يضيع في شي حاجه خايبه، يضيع في شي حاجه تافهه. فوالا وهذا ما كان، ونهاركم مبروك ونهاركم زوين. اللي ما عندوش وليدات الله يرزقو ان شاء الله، واللي عنده الوليدات الله يحفظهم ليه. اي فوالا كنحماق عليكم، ونهاركم مبروك، صباحكم مبروك وزوين بحالكم، ان شاء الله تصبحوا عليا ويدوز نهاركم زوين. باي باي. مجلة لالا العروسة، اخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.